بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحبته والتابعين وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما يسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، وأدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك، حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجذب، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في تكملة كيفية دفن الميت، وقلنا أن الميت المسلم يجب في حقه 4 أشياء. إذا مات المسلم يجب في حقه وجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 4 أشياء: تغسيله، أول حاجة تغسيله، ثاني حاجة تكفينه، ثالث حاجة الصلاة عليه، ورابع حاجة دفنه. بيتخللها حمله، لأن عشان تدفنه بتحمله للدفن، عشان كده بعض العلماء خلوهم 5 على اعتبار ان الحمل الخامس، لكن لما تقول دفنه فالحمل مندرج فيه. فاحنا قلنا في يوم السبت الماضي كيفية دفن الميت، ان الميت عند المسلمين يدفن بأي طريقة تحقق مقصدين: المقصد الاول ان تمنع رائحة الميت عن الاحياء فلا يشمونها، وان تستر الميت عن الوحوش فلا ينهش القبر فيأكل جثته لحرمته. يبقى يجب أن يتوفر الشرطين دول في القبر، والشرطين دول بيتوفروا إذا دفننا باللحد أو بالشق، وشرحنا اللحد بالتفصيل في الجلسة الماضية، واليوم نتكلم على الشق. والشق يقول: والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر، يعني لما تبقى الأرض طرية غير صلبة، لو صلبة بنحفر اللحد، واللحد بنحفره قدر قامة وبسطة، يعني ينزل يحفر لحد ما يبقى القامة بتاعته اختفت، والبسطة أما يرفع يده كده يطول سطح الأرض، يبقى ده اللاحد أو اللحاد يصل إلى هذه الحفر. ثم بعد ذلك يعطي وجهه للقبلة داخل القبر، فيوسع في جهة القبلة عرض يعني يوازي طول الميت، لأن الميت هينزل مستعرض، وبعدين يروح نازل في قاع الحفرة، يحفر في جدار القبلة في قاع الحفرة بقدر ما يسع الميت عشان يحطه على جنبه الأيمن متوجها للقبلة، وبعدين بعد كده ياخد الميت يسلته سلتا من جهة رأسه، وبعدين يروح واخده وحطه كده على جنبه الأيمن بحيث يبقى متوجه للقبلة، وبعدين يجي الفتحة اللي هو أدخله فيها دي، الفتحة اللي أمامه دي، يروح سددها بلبن أو خشب، وبعدين يطلع فوق، ناخد إيده ونطلعه فوق، وبعدين نردم الحفرة اللي كان واقف فيها بالتراب مع شوية ماء. ده طريقة اللحد، يحتاج يعني تربة لها طبيعة خاصة. طب لو التربة لا تساعدنا، زي في الدلتا في مصر لو حفرنا المسافة دي تلاقي مية، يبقى قدامنا الشق، الطريقة الأخرى الشق، بيجي يروح حافر حفرة على قد التابوت في الأرض، بحيث أما تحط الميت مستعرضا كأنك هتحطه هتصلي عليه، يكون على جنبه متوجها للقبل.
يبقى الشق. لو سمحت ايوه قرب الميكروفون عشان لو سمحت. حاضر. فالشق بتحفر بقدر التابوت كويس امامك، يقول لك كالنهر يعني، تعمل كانك هتعمل مسقه بحيث انك انت تضع الميت فيها متوجها للقبله مستعرضا، زي بالظبط ما بتحطه امامك عند الصلاه عليه كويس، متوجها للقبله مائلا على جنبه الايمن. وبعدين بعد كده تروح حاطط الواح او لبن على ايه، على حافه الشق ده، وبعدين تردم شويه تراب، وممكن توضع شاهد علشان تمنع الناس من انها تطأ القبر او تجلس عليه. ده طريقه الشق. فهنقرا هنا الشق. يقول: والشق ان يحفر في وسط القبر كالنهر، اي الذي هو مجرى الماء كالقناه، وجمع القبر قبور في الكثره، واقبر في القله، في جمع كثره وجمع قله. اقبر لما تبقى ايه، قبور قليله يعني، اقبر لما تبقى قبور كتيره تقول ايه، قبور. واول من سن القبر الغراب، يبقى احنا تعلمنا قبر الموتى من ايه، من الغراب. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه. كان ابن ادم الاول ما يعرفش، لسه ما شافش حد مات، فلما قتل اخيه وسولت له نفسه وجد انه هو مش عارف يعمل فيه ايه، طول النهار شايله على كتفه وماشي خايف لحسن الوحوش تاكله، وبعدين يجي بالليل يحطه ويقعد يحرسه، بقى محتار. يقال انه قعد كده عدة اشهر. طب ولم يتغير هابيل، لانه مات مقتولا شهيدا، والشهيد لا تتغير جسده كويس، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى من عليه بعد عدة اشهر او اسابيع او ايام ما نعرفش على التحديد، وهو قاعد كده بيحرس اخوه خايف لحسن ايه وحش يجي ياكله، بص لقى غراب بيحفر في الارض وبيردم على غراب ميت، فعرف ان دي الطريقة. لهوانه على الله علمه بالغراب، لهوانه على الله، لانه ظالم. كان ممكن يخلي سيدنا ادم يعلمه النبي ابوه، لكن هو خايف يواجه ابوه بعد قتل اخيه، فبقى هربان حتى من ابوه، مش عايز يواجهه، طول النهار قاعد شايل اخوه على كتفه وماشي ومش عايز يواجه ابوه. لو كان راح لسيدنا ادم كان ممكن يعلمه. فيبقى اكرام لك ان تتعلم على يد نبي اولي، من باب الاكرام، ومن اكرام ومن باب المهانه ان يعلمك على يد دواب الارض. فيبقى اول من سن الدفن كان الغراب. لما قتل قابيل هابيل، كما قال تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. يبقى احنا عرفنا من القران ان الارض لا تاكل اجساد الشهداء، من القران في قصه قابيل وهابيل، لانه قعد عده ايام وشهور فلم يتغير. وعندنا كمان في القران دليل ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء ولا تتغير، من القرآن برضه، اللي هو سيدنا سليمان. فلما قضينا عليه الموت، على سيدنا سليمان، ما دلهم على موته، ده للجن، إلا دابة الأرض تأكل من سأته. عشان سيدنا سليمان لما مات كان مستند على منسأته وهو جالس كده بينظر للجن مسخرهم يشتغل. فلما مات، مات على الوضع ده، فضلوا الجن يشتغلوا يشتغلوا أيام وشهور وليالي خايفين يبطلوا شغل، لانه باصص لهم اتاري ميت. يبقى دليل ان الارض لا تغير ولا تاكل اجساد الانبياء، سيدنا سليمان نبي وبنص القران اهو. فين لما دبت الارض بقى تاكل المنسأة لدرجه انها تخليه يقع، تاخد لها شهور طويله، على ما تعمل الحكايه دي تاخد لها شهور طويله، والانسان العادي بيتغير في ايام قليله. فدل من القران على ان الارض لا تأكل أجساد الأنبياء، فيدلك أن جسد نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم كما هو في قبره، كما هو في قبره، كأنه دفن اليوم صلى الله عليه وآله، وكذا سائر الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، الحديث كده، والشهداء. يبقى جاء وفقا للقرآن.
فهنا بيقول لك ايه، كما قال تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه. وقيل بنو اسرائيل وليس بشيء. وفي التنزيل: ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. يبقى جاء في القران برضو اشاره للقبر، ثم اماته فاقبره، بيمن عليك بالموت، لان عارف لو ما فيش موت هتمل الحياه. واسأل كده الناس اللي عدت 100، يبقى بيتمنى كده عايز يموت. كل الجيل بتاعه مات خلاص، محدش فاهمه في الدنيا، مش لاقي حد يفهمه، بقى من جيل تاني، حاسس انه بقى غريب. فالموت نعمة. ثم أماته فأقبره، أي جعل له قبرا يوارى فيه إكراما له، ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض فتأكله الطيور والوحوش. يبقى أول حاجة والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبني جانباه عشان يمنع انهياره على الميت، يقوم يجي على جانبي الشق ده يحط لبن كده، طوب لبن عشان يمنع انهياره على الميت، ويبني جانباه. ظاهره أنه يجمع بين الحفر والبناء وليس متعينا، يعني البناء ليس متعينا. لو كانت التربة صلبة مش محتاجة بناء، مش حتى نهار، يبقى مش مهم مبني كويس، وليس متعينا، بل يمكن الاقتصار على احدهما فتجعل الواو بمعنى او، ثم تجعل او مانعه خلو، تجوز الجمع فصور الشق ثلاث، فتاره يقتصر على الحفر، وتاره يقتصر على البناء، وتاره يجمع بينهما. يعني افرض التربه ما ينفعش يحفرها اصلا، يبقى خلاص هيبني بناء بقدر التابوت، ويحط الميت ويروح ايه سادد كده وراد وخلاص، ويسيبه مرتفع شويه على الارض ما يجرش حاجه كويس. يبقى ممكن يقتصر على البناء ان كان غير صالح للحفر، تربه غير صالحه للحفر. طب لو صالحه للحفر ننظر، ان كانت ممن تنهار جانبيها يبقى يجب ان يجمع بين الحفر والبناء، وان كانت لا تنهار يكتفي بالحفر. يبقى كده الصور ثلاثه. ويسقف عليه، يسقف عليه بعد ما يدخله بقى في الشق ده او في البناء، التابوت ده اللي بناه، تابوت من طين يعني، من لبن، يقوم ايه يسقفه، يعني ايه يحط، احنا بنحط درجات سلم، بيحطوا باي حاجه، بيحطوا خشب ساعات، يحطوا ممكن لبن طويل علشان اما يجي يردم ما يردمش، ما يجيش التراب على الميت، والا يصحى يتخانق معاك، لان ما يؤذيه ميت يؤذيه حي، واخد بالك؟ فما تردمش عليه مباشرة. المسلمين كده اعتقادهم ان الميت ده له شعور، وان الميت ده ما راحش في خلاص، ده بالعكس ده انتقال لمرحلة تانية. انما اللي يقس من الميت ده الكفار، ده اعتقاد الكفار، يقول لك مات وخلاص، ده كافر. انما المسلم يعتقد ان الميت ده انتقال ترقي لمرحلة اخرى، يعني مرة بيبقى في صلب ابيه، مرة في عالم الذر، وبعدين في صلب الآباء، وبعدين في رحم الأمهات، وبعدين بعد كده على الأرض إنسان، ثم بعد ذلك يترقى فيصير في البرزخ، الحياة البرزخية اللي هي في ظاهرها القبر، وفي باطنها انطلاق الروح حيث تشاء. يبقى الموت انتقال لحياة أرحب، فما فيش حاجة اسمها يائس من الموت ده، ويقول لك يعني إيه ده الحي يبقى من الميت، والكلام اللي بيقوله ده ما ينفع. هو ابقى من الميت لو كان في قماش فخم ما كفنوش فيه، البسه الواحد حي، لانه يتاتى تكفين الميت بالرخيص والغالي كويس. ادي معناه الحي ابقى من الميت في الحته دي بس، لكن الميت الصالح ابقى اولى من الحي الطالح، يحترم اشد، مش كده برضه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كسرها ميته ككسرها حيه. يعني لما كانوا بيحفروا في القبور في ارض، فوجدوا عظام موتى، فالنبي امرهم ان ايه؟ ان يحتاطوا فلا يكسروا هذه العظام، وقال: كسرها ميت ككسرها حي تؤلمه، كانك كسرت عظمته بالظبط، يتالم منه. يبقى الانسان له تعلق بقبره وبجسده وله شعور، ده عندك عقيده المسلمين كده. انما في بعض طوائف طالعه يقول لك ماتوا خلاص يعني انتهى، كما يأس الكفار من اصحاب القبور، ده اعتقاد الكفار مش اعتقادنا. عشان كده عندنا أزور الإنسان حال حياته وأزوره حال وفاته سواء بسواء، مش معناه مات ما زوروش،
لا برضه زور، لان هو ما زال له وجود. وعلشان كده طول عمر الدنيا وطول عمر المسلمين من لدن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي سن لنا زيارة القبور، يزوروا قبور اقاربهم وقبور الصالحين عادي، لان هو عنده ما انتقلش، ده يعني ما انتهاش، ده انتقل لحياة ارحب، ده حياته بقت ارحب. يقال ان الانسان لما تخرج روحه من جسده يعني بانتقاله الى البرزخ بينتقل الى سعة تناسب سعة الدنيا بالنسبة لرحم الام. شوف انت بقى، وانت كنت في صلب ابيك كنت عايش في ضيق قد ايه؟ خلية لا ترى بالعين المجردة، تبقى حاجة ضيقة قوي. لما انتقلت الى رحم الام بالنسبة لما كنت انت ذرة في ظهر الاب، بقيت في رحم الام، يعتبر رحم الام بالنسبة للذرة دي بقى دنيا واسعة، يقعد يلعب ويتنطط جوه. لما يجي يتولد بقى من رحم الام للدنيا، شوف المسافه السعه بين رحم الام وبين الدنيا. طب دخله كده تاني بعد رحم الام بعد ما يخرج ما يرضاش، بل ما تعرفش، لانه ده سعه الدنيا ما يقدرش يخش تاني في هذا الضيق، لا يتحمل. يجي بعد كده الانسان روحه تطلع ولاده تانيه، يلاقي نفسه انتقل من ضيق الدنيا لسعه الاخره، كضيق الرحم بالنسبة للدنيا. يبقى انتقل انتقالة كبيرة بقى، حاجة عالية. وعشان كده فكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد، يعني عنده حدة. يقال ان الميت لما تبقى روحه نقية تبقى بالنسبة له الدنيا دي كلها ككف يدك، شايفها كلها في لحظة واحدة، كل الدنيا شايفها في لحظة واحدة. عشان كده الناس الصالحين يقول لك ايه، الولي يحضر حيث ذكر، يعني روحه لانها مطلعة، حيث ذكر يعرف على طول، في الحته الفلانيه تلاقي عينه عليها، يعرف على طول انهم جابوا سيرته. ليه؟ لان بالنسبه له هو في حاله سعه، سعه الدنيا دي بالنسبه له كرحم الام بالنسبه لك دلوقتي. انت مش ممكن تبص في رحم الام كله في لحظه واحده تشوف كل حاجه فيه، دلوقتي بالسونار كده بيشوف كل فتفوته جوه، مش كده؟ برضه هو قاعد ويصورها. الروح بقى بعد ما تنطلق نفس الحكايه، الدنيا بالنسبه لك كرحم الام، شوف كل حاجه، شوف كل اللي هو عايزه سهلة، لكن برضو عينه متعلقة بموضع جسده، فيشعر بإيه؟ بنعيم قبره أو عذاب قبره، يبقى له تعلق. فيقول لك هنا ويسقف عليه بضم الياء وسكون السين من أسقف، لو من الرباعي أسقف يبقى يسقف، لو من الثلاثي سقف يبقى يسقف، لكن هي جاية من أسقف يبقى يسقف. ما هو الرباعي لما يبقى الفعل رباعي يبقى ايه، ياء المضارعة بتاعته مضمومة، وما يبقى ثلاثي تبقى ياء المضارعة فيه مفتوحة، مش كده؟ ويسقف عليه بضم الياء وسكون السين من أسقف كما ضبطه الشوبري، ويرفع السقف عن الميت قليلا، تخلي الجدار كده عالي شوية، يعني الميت ساقط شوية، بحيث لما تيجي تسقف ما تبقاش بتخبط في جسده عشان تضايقه بالأحجار والحاجات دي، يعني بحيث ان يبقى الجدار نفسه ده مرتفع قليل، او الحفره نفسها عميقه قليلا، عشان ما يبقاش ايه، تيجي تضايق كتافه بقى يجي ينطق ولا حاجه يزعل منك. في ناس بتتكلم بعد الموت، في صحابه اتكلموا بعد الوفاه، وذكرهم القاضي عياض بعد الوفاه تكلموا قليل، بتحصل من باب الكرامه، من باب الكرامه بتحصل يعني، وشافها بعض الناس وذكروها في الكتب. واللي بيشتغلوا في موضوع الدفن بيشوفوا عجائب، اللي بيقضي عمره في دفن الموتى المسلمين بيرى عجائب في المواضيع دي، يطلع على عجائب يعني. ويسقف عليه بضم الياء وسكون السين من أسقف كما ضبطه الشبري، ويرفع السقف عن الميت قليلا. وقوله بلبن بفتح اللام وكسر الباء كما مر، وحكي أن بعض الجهلة توهم أنه بفتح الباء يعني بلبن، يعني في طلبة أزهرية أيام الشيخ البيجوري قاروها غلط، قالوا بلبن، فقاموا راحوا الأرياف بتاعتهم بلدهم بقى يرشوا شوية لبن على القبر. تصدق حصلت أي الشيخ البيجوري، يعني الجهلة موجودين من زمان يعني. وحكي أن بعض الجهلة توهم أنه بفتح الباء فأفتى بأنه يسن سد القبر باللبن المعروف، نعوذ بالله من سوء الفهم. يعني أنا حصل معايا، كنت في ثانوي
وكان في مسجد جمعية شرعية جنب بيتنا، كنت ساكن أنا في البدرشين، فكان بيجي شيخ كل يوم ثلاث يدي درس جمعية شرعية، فأنا كنت أصلي المغرب وأقعد شوية أسمع الدرس وأروح البيت عشان أذاكر وأرجع أصلي العشاء. فلقيته مرة بيقول إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدق منجة. شوف النبي بيكلمنا ازاي بلغتنا، بيقول لنا الصدق حلو قوي زي المانجا. بيشرح للناس الشيخ بالطريقه، يعني هو ايه الحديث، الصدق منجاه، هو قراها مانجا، واخد بالك، هو ما يعرفش المانجا الا المانجا اللي بتتاكل، فهو الراجل بيشرح بيجتهد بقى. هو ده زي فكرتني حته اللبن دي زي ايه المانجا دي، فالواحد ياخد باله من سوء الفهم. ايوه، نحو اللبن مما لم تمسه النار كالحشيش، يعني افرض ما فيش لبن يبقى تجيب شويه حشيش، شويه اي حاجه كده زي تبطن له جدار القبر بيها، بحيث ما تكونش مستها النار، لان الطوب اللبن ده تلاقيه طوب معجون من الطين ما لمستهوش النار، لان يكره انك انت تجيب حاجه مستها النار في القبر، لان يتاذى الميت، كان الميت ايه بيستشعر اي حاجه مستها النار شؤم عليه. ايه الشؤم ده، احنا ناقصين، ده احنا اصلا طول عمرنا بنقول اللهم اعذنا من النار، جايبينها لي كمان في حضني، يقوم يتضايق الميت، يزعل منه، خدت بالك؟ فيبقى ايه، يسن انك انت ما تجيبش حاجه مستها النار. احنا طبعا دلوقتي بيعملوه بالمسلح، بالحديد المسلح، هو بيعملوه بالاسمنت، والاسمنت مسته النار، مش كده برضه؟ بيعملوا القبور كده دلوقتي. يعني المصريين لا عارفين يعيشوا ولا عارفين يدفنوا في بلدهم. فربنا ياخد بايدنا، عشان كده النبي وصى علينا. والله النبي وصى علينا عشان شاف كشفت ليه احوال امته. ليوم القيامة كشف لي أحوال كل الأمة، فما وصاش إلا بأهل مصر، عرف اللي هيجرى لنا، أيام المماليك جرى لنا إيه، وأيام الحملة الفرنسية جرى لنا إيه، وأيام الإنجليز جرى لنا إيه، وأيام الملكية جرى لنا إيه، وأيام الثورة المباركة جرى لنا إيه، وهكذا، واخد بالك؟ فالنبي برضه بيوصي علينا، الحمد لله إنه وصى علينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قول: ويوضع الميت عند مؤخر القبر، أي يوضع وهو في النعش قبل إنزاله القبر من فوق أعناق الرجال الحاملين له عند طرف القبر الذي يكون عند رجل الميت. يعني أنت هتخلي رجل الميت في الجهة دي، يبقى تحط الميت عند ناحية الرجل بتاعته لحد ما تستلمه، يعني في الحفرة. ليه؟ عشان هتستلمه أنت برأسه، يوم ما تستلمه برأسه يبقى تيجي رجله في الآخر. يبقى هتضع الميت على سطح الارض على ما تحفر، بحيث تبقى ايه عند موضع رجله في قبره. فهمت بقى الحكاية؟ علشان لما تيجي تاخده يسلته من جهة رأسي، فتاخد الرأس كده ينزل، تقوم تلاقي اخر حاجة تنزل هي رجله بقى. فهمت بقى الحكاية؟ لان تملي القبر صعب انك انت تلف جواه، لانه ضيق، يبقى يدوب على القد، فصعب لو نزل لك ما تعرفش تلفه، لازم تطلعه وتلفه فوق. ويوضع الميت عند مؤخر القبر، يعني عند ناحية قدمه في قبره، وهو في النعش قبل إنزال القبر من فوق أعناق الرجال الحاملين له عند طرف القبر الذي يكون عند رجل الميت بعد إنزاله فيه، لأن ذلك أسهل لإدلائه فيه. قول: وفي بعض النسخ بعد مستقبل القبلة زيادة، وهي يسل من قبل رأسه، يعني ينزل القبر أول حاجة ينزل يتناوله من قبل رأس الميت، كويس؟ لأن تملي أول حاجة يستلمها اللي واقف يحافظ عليها، يقوم راسه ما تتخبطش، لو جبت له راسه في الآخر هتقعد تتخبط بقى في كل حتة، فبرضه ممكن يتخانق معاك الميت، هيتخانق معاك يعني إيه؟ يعني يشتكيك لربنا، يعني يدعي عليك يعني، ما ده اللي هيحصل، فهمت؟ ما هو ما قداموش إلا ربه، هيدعي عليك، لأن ما قمتش بحقه، مش كده برضه؟ يقول لك انقطع عمل ابن ادم الا من ثلاث. طب يدعي ليه؟ مش الدعاء ده عمل والعمل انقطع؟ نقول له لا، انقطع عمله التكليفي لكن يبقى عمله التشريفي. فهمتني بقى ازاي؟ فيبقى حتى لو دعا بيدعي تشريفا لا تكليفا، مش كده برضو؟ يبقى انقطع عمله، يعني ايه؟ يعني عمله التكليفي الا من ثلاث بس، هما دول اللي اعمال تكليفيه ومستمره، لكن في أعمال أخرى في القبر يعملها تشريف لا تكليف، كمن نام
على قبر من الصحابة دون أن يعلم أنه قبر، فسمع من بداخله يقرأ سورة تبارك الملك، الحديث معروف صحيح. طب بيقرأ قرآن جوه قبره، يبقى ده قراءة مش عبادة، لأن هو مش قراءة عبادة تكليف، دي عبادة تشريف. كويس؟ ما أهل القرآن تلاقيهم يقرأوا قرآن في قبور، أهل الذكر قاعدين يذكروا في قبور، أهل الصلاة على النبي قاعد يصلي على النبي في قبره، وهكذا. كل واحد تلاقيه بيعمل الحاجة اللي كان يحب يعملها وهو في قبره، بس بيعملها تشريف مش تكليف. كويس؟ يعملها تشريف، زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في حديث الإسراء يقول إيه؟ رأيت يونس بن عمران آخذا بخطام ناقته ملبيا إلى الكعبة. قال له ده بيعمل عمرة، سيدنا يونس وهو في برزخه رايح يعمل عمرة. يبقى هو دي في تكليف مش تكليف، ده تشريف. رايح بيحب يعمل عمرة، اشتاق يعمل عمرة وهو في برزخه، ربنا قال له روح اعمل عمرة. لهم ما يشاؤون عند ربي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيت موسى بن عمران قائما يصلي في قبره. مش تكليف، ده تشريف. اشتاق سيدنا موسى للصلاة ومناجاة ربه وهو في برزخه، قوم صلي صلي. فهمت بقى الحكاية سهلة. طبعا أجور، أجور تشريف مش تكليف، رفع درجات. وفي بعض النسخ إلى آخره يفيد سقوط تلك الزيادة في بعض النسخ، لكن المحفوظ الأول وهو أولى. وقول زيادة يقرأ بلا تنوين لإضافة لإضافته لجملة ما بعده، هذا على النسخة التي ليس فيها وهي. وأما على ما في بعض النسخ من زيادة وهي فيقرأ بالتنوين. يعني في النسخ يقول وفي بعض النسخ بعد مستقبل القبلة زيادة وهي، لو في وهي تقول زيادة، طب لو ما فيش وهي تقول زيادة ويسل من قبل من قبل قبر. فهمت؟ على أساس أن الجملة دي تبقى مضافة والإضافة تمنع التنوين. واضح؟ سهلة؟ ده كلام يعني الشيخ. ويسل بضم الياء وفتح السين من السل، وهو الإخراج، أي يخرج من النعش ليسلم لمن يدخله في القبر ولا يدخله ولو أنثى إلا الرجال. يبقى كل اللي هيقبر رجالة بس، ولو كانوا المقبورة أنثى. ما فيش ست ننزلها في القبر عشان نقول دي ست إيه تدفن ست. في التغسيل أه، في التكفين أه، الستات يغسلوا الستات، لكن في القبر بقى، لحظة القبر دي عايزة قوة وعايزة حفر مش كده برضه، وعايز يحمله وعايز يحطه، كل الحاجات دي عايزة قوة بدنية وقوة نفسية، فما يتحملهاش إلا الرجال. وبالتالي ولا يدخله ولو أنثى إلا الرجال. طب ومين اللي يدخله؟ ما الرجالة كتير. ويدخله الأحق بالصلاة عليه درجة، لكن الأحق في الأنثى الزوج. كويس؟ يعني الأحق في الصلاة على الإنسان الأب لو عايش، لأنه أكثر الناس شفقة عليه، هو اللي يصلي إمام على ابنه لو مات، عشان ده أكثر واحد شفوق عليه، هو ده هيجتهد أوي في الدعاء ليه، ده ابنه. طب ما فيش الأب، يبقى الابن أو الأخ الشقيق أو العم الشقيق اللي هم الأقارب يعني، عشان دول هيدعوا بقلب حاضر. كويس؟ طب ده في الصلاة. طب في إذا كانت أنثى الأحق بدفنها مين؟ زوجها. وإن كان مش يمكن هو مش الأحق بالصلاة عليه، يمكن يدعي عليه، كانت معذباه أو يدعي كده من غير نفس عشان كانت مضايقاه. ففي الصلاة نخلي أبوها اللي يصلي عليه، نخلي ابنها يصلي عليه، نخلي أخوها يصلي عليه. كويس؟ يعني نقدمهم على الزوج، إلا إن كان الزوج أكثر صلاحا خلاص بقى. طيب في الدفن نقدم الزوج على من هو أولى بالصلاة عليه. كويس؟ وإن لم يكن له حق في الصلاة. طيب مين بعد كده؟ مين بعد الزوج يدفن الأنثى؟ ثم المحرم. أي واحد محرم بقى، أبوها أخوها عمها خالها، كل ما لا يجوز أن يتزوجها يسموه محرم. ثم المحرم. طيب ما فيش. ثم عبدها، العبد الرقيق اللي كان عندها كان مربياه وكان عمره ما ينظر ليها نظرة شهوة، لأن دي سيدته بعيدة، وبالتالي يبقى العبد. ثم عبدها. طب ما فيش عبد. ثم الممسوح،
اللي مالوش ذكر، يعني في ناس تتولد مالهمش ذكر يسموه الممسوح. ثم المجبوب او حصلت له حادثه اتقطع ذكره، واخد بالك؟ باب الخلق قفل على ذكره فاتقطع مثلا، يحصل تحصل ساعات حوادث كده، واخد بالك؟ او يجي له ورم خبيث ما بنشوفهاش احنا في وسط المسلمين الحمد لله، ان يجي ورم خبيث في الذكر فيستأصل. دي موجوده بس تلاقيها في اوروبا، مشهوره في كتب الجراحه الاوروبيه والامريكيه وبلاد غير المسلمين، علشان ما بيتطهروش ما بيحصل لهمش ختان يعني، فعدم الختان ده بيخلي الماده الدهنيه اللي بتبقى في الجلده الزائده دي اللي مغطيه حشفه الذكر متكومه باستمرار، فتعمل التهابات مزمنه تقوم تعمل ورم سرطاني في راس الذكر. مشهور هناك في اوروبا، تلاقي كتب الجراحه واصفين فيها كذا عمليه، لكن انا هو شغال جراحة بقالي حوالي 30 سنة لم ارها مرة، لم ارها اصلا مرة واحدة عند المسلمين، فالحمد لله اللي ربنا معافينا. لكن على اي حال لو طلع مجبوب كأن كان مثلا في معركة فاثروه الاعداء وايه وجبوا ذكره، كانت بتحصل زمان يأسروه ومن باب اذلاله يروحوا جابين ذكره، بيعملوا كده اليهود ساعات، سمعنا كده في بعض الفلسطينيين علشان متضايقين من حكاية ان الفلسطينيين بيخلفوا عيال كتير فبيجب ذكور بعض المسلمين عندهم، وحصل في كوزوفا من الصرب عملوا كده، واخد بالك؟ بتحصل يعني، حاجات دي بتحصل مش حاجات بيقولها لك كده وخلاص. فيقدم يبقى ثم المجبوب ثم الخصي. الخصي اللي هو يعني ايه؟ مولود ملوش خصيتين، ده يبقى ملوش شهوه للنساء يعني. كويس؟ يبقى ده المخصي، يسموه المخصي او الخصي. ثم الأجنبي الصالح، مفيش ولا واحد من دول، يبقى واحد راجل صالح كده أهل البلد كلهم عارفينه، هو اللي إيه يتولى إنه ينزلها قبرها. وإنما لم يدخلها النساء لضعفهن غالبا. نعم يسن أن يلين حمل المرأة من محل موتها إلى مغتسلها، ومن مغتسلها إلى النعش. يعني النساء يشيلوها من أوضتها يودوها المغتسل بتاعها، ويشيلوها من المغتسل بتاعها يحطوها في النعش. كويس؟ ده عادي مفيش مشكلة. وتسلمها إلى من في القبر، ممكن برضو يقفوا كده على شفير القبر يسلموها للي إيه واقف في القبر تحت، ممكن. وحل ثيابها فيه، وبعد ما يدخلها القبر يطلع هو وتنزل واحدة تحل ثوبها، لأن يسن إنك تفك عن الميت، مش كده برضو؟ فيتولينهن إيه واحدة منهن ايه تتولى حل الثياب بتاعه. قوله من قبل رأسه بكسر القاف وفتح الباء، اي من جهة رأسه، لان ذلك اسهل في اخراجه من النعش. وقوله اي سلا برفق، يعني ياخده برفق كده، نزلوا له برفق مش يحدفوا له بالراحة، ممكن يقع من ايده، يبقى بالراحة. اشار الشارح بذلك لان الجر والمجرور صفة لمصدر محذوف، ويقول لما يجي بقى يلحده يعني يدخله في اللحد او الشق، يقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اي ندبا، يقول كده ايه على سبيل الندب، على سبيل الاستحباب يعني مش وجوبا. فقد روي انه اذا قيل ذلك رفع العذاب عن الميت 40 سنة ببركة الكلمة دي. قيل يعني ايه؟ يعني ضعيف الاسناد، لكن لا بأس انك تاخد بالضعيف في الفضائل والمناقب والحاجات دي كلها، مفيش لا بأس. ونقل النووي عن النص أنه يندب أن يقول بعد ذلك اللهم سلمه إليك الأشحاء من أهله وولده وقرابته وإخوانه، وفارق من يحب قربه، وخرج من روح الدنيا وسعتها إلى ظلمة القبر وضيقه، ونزل بك وأنت خير منزول به. يعني يسن بقى يقول الحاجات دي كلها يعني. قوله الذي يلحده أي يدخله اللحد، والمراد به ما يشمل الشق، بسم الله وعلى ملة رسول الله، أي ليكون اسم الله وملة رسول الله كالزاد له والعدة التي يتقي بها الفتن والأهوال. والباء متعلقة بمحذوف، تقديره ألحدك أو أضعك على اسم الله، يعني بسم الله يعني إيه؟ بسم الله إيه يعني؟ يعني أي على اسم الله ألحدك. يقول لك الجر والمجرور متعلق بمحذوف، زي أنت ما تيجي تبتدي القراءة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، كأنك بتقول أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم،
تيجي تاكل تقول بسم الله، يعني اكل بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى اسمه متعلق بمحذوف على حسب الحاله اللي انت بتعملها. تيجي بتلبس تقول بسم الله، يعني البس بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. اللي بيدفن يقول بسم الله يعني الحدك بسم الله يا رب، وهكذا. يبقى كلها متعلقه بمحذوف تقديره حسب الحاله اللي انت بتبدا فيها اسم الله من اجلها. وعلى متعلقه بمحذوف ايضا، وعلى ملة رسول الله، على ملة، ما احنا قلنا الجر والمجرور تملي متعلق بمحذوف، يبقى باسم ده جر ومجرور متعلق بمحذوف يعني ألحدك. طب وعلى ملة رسول الله، ما هو جر ومجرور برضه متعلق بمحذوف أيضا تقديره مت على ملة رسول الله، مت على ملة رسول الله بفتح تاء الخطاب وظاهره الاقتصار على بسم الله، ظاهر الكلام كده الاقتصار على بسم الله، والأكمل زيادة الرحمن الرحيم لمناسبة ذكر الرحمة في ذلك المقام كما قاله المناوي. علشان كده الحديث لما ايه في موضوع الأكل، كل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يجوا العيال اللي مش فاهمين الدين يقول اوعى تقول لما تيجي تاكل بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي قال ايه سم الله بس، ما قالش سم الله الرحمن الرحيم، ما قالش كده. فهمتني ازاي؟ مش فاهمين ويعللوا يقول لك أصل الأكل ما فيهوش رحمة، ده أنت بتندغ وبتقطع الأكل تقطيع فما يناسبوش الرحمة. والله سمعتها منهم بأذني، جهلة جهلة مش فاهمين. لما يقول لك سم الله يعني قل بسم الله فقط، أقل الواجب والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الأكل ده محل رحمة. هو مش الأكل ده رحمة؟ ما هو لو سبك جعان مش يبقى ده عذاب؟ يبقى محل رحمة ولا مش رحمة؟ محل رحمة. ولا انت بتبص للحمه اللي انت بتقطعها وما بتبصش لبطنك الجعانه؟ طب ما هو خلقها لك عشان يشبعك بيها، يبقى ان يسوقها اليك دي رحمه، ما فيهاش حاجه يعني. فتقول بسم الله الرحمن الرحيم الاكمل، سواء هتاكل هتعمل هتلبس هتدفن، وفي الدفن من باب برضو اولى لان ذكر الرحمه مطلوبه في الوقت ده. فهمتني؟ ويضجع أي يوضع على جنبه وجوبا، كل دي حاجات واجبات لدرجة أن لو حطيته على قفاه ونسيت تنزل تنبش القبر وتعدله ما لم يتغير. ونبش القبر عندنا حرام، فلا يجوز إلا من أجل أداء واجب. فهمتني بقى إزاي؟ خد بالك من الحكاية. ويوضع على جنبه وجوبا، والأفضل كونه على الجنب الأيمن، يبقى الافضل ان يبقى ايه على جنبه اليمين. طبعا ما تخلوش على سيفه كده والا يتكب يقع على وشه، وبعدين بعد كده التراب يدخل في نفسه وما يعرفش ياخد نفس ويموت مننا ولا حاجه. فالواحد يعني يتاذى، يعني المقصد يتاذى. فاي حاجه تؤذيك حي تؤذيك ميت، خد بالك من الحكايه دي. يعني كل ما يؤذي الانسان حيا يؤذيه ميتا، درجه يقول لك اما تيجي تغسله لا الميه تبقى شديده البروده ولا شديده السخونه، كأنك بتغسل واحد او بتحمي واحد صح. شوف قد ايه لهذه الدرجه، يعني كانه يعني عامله كانه بيشعر. شوف قد ايه لهذه الدرجه. اي يوضع على جنبه وجوبا، والافضل كونه على الجنب الايمن كما في الاضطجاع عند الموت، فان كان على الايسر كره ولا ينبش من اجل الجنب الايسر، خد بالك. ويندب ان يفضي بخده الى الارض، فإن كان على الأيسر كره ولا ينبش. لكن لو مضطجع ينبش، لأن المطلوب أن يكون متوجها للقبلة، فلو كان مستلقيا كده مش هيبقى متوجه للقبلة. فهمت؟ لكن ممكن أحطه أنا على جنبه الأيسر وبرضه متوجه للقبلة، مش كده؟ بس هخلي راسه مكان رجليه. ما تفرقش بقى، لكن متوجه للقبلة ما انبش بقى، بس اللي عملته كده مكروه. وانا ما انبش القبر من اجل مكروه، من اجل ازاله مكروه، لان النبش حرام وما اعملش الحرام من اجل مكروه. واضح؟ لكن لو حطيته مستلقي على ظهري يعني غير متوجه للقبله، يجب نبش القبر ما لم يتغير لتوجيهه للقبله. كويس؟ لان التوجه للقبله ده مطلوب. فهمت بقى؟ ويندب أن يفضي بخده إلى الأرض كما مر إشارة إلى شدة الذل والافتقار لله تعالى.
يعني تخلي كده راسه وخده لا وما يبقى على جنبه ايه واصله للارض كده، لان ده في نوع من الاذلال والافتقار الى الله. فربك لما ينظر للانسان مفتقر ينظر له نظر شفقه ورحمه. شوف انت كده لما تبقى اب كده ولا اخ شفوق وتلاقي اخوك الصغير ميت من الجوع وبردان وخايف، دخلت عليه في اوضه ضلمه وبرد ومش متغطي وجعان وما كلمكش بصلك بس كده في الحاله الضعيفه دي، شوف انت هتعمل له ايه؟ يبقى مجرد انك تنظر له في حاله افتقار تلاقيك تحن عليه على طول، مش مستني تقول له، مش ده اللي بيحصل؟ كذلك لما تبقى انت حالك مع الله كده في حال افتقار، انما الصدقات للفقراء، يقوم ربنا يتصدق عليه برحمته. مش كده برضه؟ انما الصدقات للفقراء، وصدقه الله على الانسان ايه؟ المعفو والمغفره والرحمه والثواب، واخد بالك؟ والانعام والتنعيم وهكذا. يبقى مطلوبه الحكايه دي. ولو سندوا ببعض التراب ما هو هيقولها لما تيجي جنبه كده، تجيب شويه تراب كده على اسفل جنبه عشان ما يرجعش يستلقي على ظهره، يعني تسنده حاجه بسيطه هيقولها هنا. ويندب ان يفضي بخده الى الارض كما مر اشاره الى شده الذل والافتقار لله تعالى، وقوله في القبر اي في اللحد او الشق. ولا يكفي، ده كلام الشيخ البيجوري، ولا يكفي وضعه في القبر كما هو المعهود الان، ده مصري بقى الشيخ البيجوري بيحكي على اللي بيحصل في مصر. ظهر من ايام الشيخ البيجوري بيحصل الحكايه دي الى الان. ولا يكفي وضعه في القبر كما هو المعهود الان، فالناس آثمون بترك الدفن في اللحد او الشق، الناس اللي هم المصريين يعني. ده انت في مصر بتلاقي القبور ما بتمنعش حتى الرائحه. انت لما يبقى واحد مدفون وبعد اسبوع تعدي في المقابر تشم ريحه وحشه يقول لك اصل دافنين لسه واحد قريب. في حين ان المطلوب في القبر ان يمنع الرائحه. مش كده برضه؟ احنا قايلين ان القبر لازم يعمل وظيفتين، يمنع الرائحه ويواري سوءة الميت فلا يعني يعتدي عليها الوحوش والكلاب والذئاب والحاجات دي. فالواحد ياخد باله من الحكايه دي. قوله بعد ان يعمق بالعين او بالغين، يغمق او يعمق، اي يزاد في حفره لجهه الاسفل. وقوله قام وبسطه، قام يعني الطول كده، احنا قلنا قام وبسطه يعني 180 سنتي تقريبا، 180 سنتي تقريبا، على اساس اعتبار ان الانسان المعتاد طوله بيبقى مثلا حوالي 166 167 ده المتوسط الطول. اما يمد بسطته كده كمان زود عليها كمان 15 سنتي ولا 12 سنتي ولا بتاع، يبقى ايه؟ تطلع 180 تقريبا، عشان ما نزودش على الراجل يقعد يحفر كتير برضه يتعب. ده قدماء المصريين كانوا يحفروا حفر عشان يدفنوا فيها موتاهم، تروح تشوف الاثار بتاعتهم، يحفر كده عمق ايه كانه هيعمل عماره 10 ادوار ما تبانش على الارض. شفت انت الحكايه دي؟ يبقى الحفر ده سنه معروفه، سنه قديمه، بس كان قدماء المصريين يبالغوا فيها مبالغه شديده. يعني قدماء المصريين كانوا يبالغوا مبالغه شديده لانهم تعلموا السنن دي من انبياء قبلهم برضه. توارثوا هذا، وان كانوا بدلوا وادخلوا عليها ايه؟ يعني اعتقادات فيها مش مظبوطه، لكنهم ورثوا بعض المعلومات عن الانبياء السابقين، منها البعث والحياه الاخره ومنها الحساب وحاجات كتير، فكان عندهم بقايا معلومات نبوات. بس هم ضافوا عليها كلام فارغ تاني كتير. وقول قام وبسط اي قدر قامت رجل معتدل. وبسط معتدل يعني ما تجيبليش واحد طويل قوي ولا واحد قصير قوي تقول له قامته، يعني واحد متوسط كده الطول. وبسطت يديه الى الاعلى كده اهو، يعني لما يمد ايده كده فوق كتفه كده مرتفعه خالص يبقى دي اسمها البسط. وذلك نحو اربعه ازرع ونصف كما صوبه النووي، والمراد بذراع الادامي وهو شبران. الشبرين، الشبر 20 سنتي، الشبرين 40 سنتي تقريبا. طبعا بالايد المعتاده، مش تجيب لي واحد ايده زي محمد علي كلي يطلع الشبر بتاعه مثلا نص متر، ملناش دعوه ده، دي ايد كبيره ملناش دعوه، احنا بنتكلم في الايادي المعتاده. يبقى الشبر حوالي 20 سنتي، انا شبري 20 سنتي بالظبط، انا قسته زي ما قال الفقهاء، يبقى ايد معتاده. واخد بالك؟ في ناس تلاقي ايدها مش معتاده، يعرف الحكايه دي برضو الترزيه من حيث الطول كده،
يجي يستولك ويقيس ايدك يقول لك اه انت ايدك بس يا بيه معلش لا مؤاخذه قصيره سن عن المعدل المعتاد او طويله شويه عن المعدل المعتاد. في ناس يعرفوها الحكايه دي، بتبقى ايه خلافات في الايه. حتى كان في صحابي كان ايديه طويله وهو واقف كده تبقى واصله لحد تحت ركبتيه، فالنبي سماه ذو اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم سماه ايه؟ ذو اليدين، عشان كان لما يقف يحط ايده جنبه كده توصل لتحت ركبه وهو واقف. في باب الركوع برضه احنا اتكلمنا على الحكايه دي، في باب الركوع، لان ادنى الركوع ان تصل كفيك الى ركبتيك مع الانحناء في معتدل القامه. انما الايد طويله اصلا، طب ما ممكن يبقى لامس ركبته وهو فارد كده، يبقى ده مش ركوع، خدت بالك؟ فقريناه احنا في باب الركوع اللي هو ادنى الركوع، يعني ادنى الركوع غير اكمل الركوع بقى، دي حاجه تانيه. وعشان كده بيقول لك وقوله قام وبسط، ده احنا قلنا في اللحد، قام وبسط ده في اللحد، اي قدر قامت رجل معتدل وبسطت يديه الى الاعلى، وذلك نحو اربعه اذرع ونصف كما صوابه النووي والمراد بالذراع الادمي، وهو شبران تقريبا. فلو ينافي قول بعضهم انها ثلاثه اذرع ونصف، لان مراده بذراع العمل. ذراع العمل ده عباره عن 24 اصبع مستعرضه، تحط صوابعك كده برضه صباع معتدل، الصباع المعتدل قد 12 شعيره، تروح لبتاع الشعير تجيبهم كده تحط 12 شعيره جنب بعضها، يبقى ده صباع. كويس؟ تعمل 24 يبقى ده ذراع. واضح؟ ده خدناه احنا في باب قصر السفر. مش احنا قلنا في باب قصر السفر ان هي اربع فراسخ، مش كده فاكر؟ والفرسخ بيبقى كذا ذراع، والذراع بيبقى كذا وكذا، لما حسبناه في الاخر طلعت حوالي 83 كيلو متر مربع، كيلو متر طولي يعني، مسافه مش مربع مساحه هي، لا مسافه. يبقى ايه؟ يبقى الذراع، الذراع اللي هو بيقيسوا بيه يعني، يقيسوا بيه الارض، يقيسوا بيه الفدادين، يقيسوا بيه القماش، ده كان بيبقى 24 اصبع مستعرضه، والصباع 21 شعيره. هم بعد كده حلوا لنا الازمات دي كلها وعملوا لنا المسطره بقى وخلاص، عرفوا ان 12 شعيره، قصدي 12 شعيره يبقوا كام؟ وبعدين عملوا لك المساطر بقى ويقول لك المسطره دي ذراع والمسطره دي كذا وهكذا، يبقى ايه؟ بقت سهله دلوقتي الحمد لله. وقد عرفت انه لابد من اللحد او الشق في ذلك القبر، وبعد وضع الميت في واحد منهما يهال التراب الى ان يملا، الى ان يملا القامه والبسطه، لحد ما يملا الحفره اللي كان واقف فيها ايه؟ اللاحد. واضح؟ ويكون للضجاع مستقبل القبلة، هذا علم من قول المصنف مستقبل القبلة، فهو مستدرك لكن ذكره توطئة لما بعده. فلو دفن مستدبر القبلة أي أو منحرفا عنها، قول أو مستلقيا يعني على أفاه كده نايم، أي أو منكبا يعني على وشه على وجهه، وقول نبش أي وجوبا، يبقى كل الاحوال دي ينبش وجوبا. كويس؟ وقوله بشرط ايه؟ ما لم يتغير، ما لم يتغير، والمراد بالتغير النتن كما قاله الماوردي، وهو المعتمد خلافا لمن قال المراد به الانفجار، لان تملي الميت المعتاد اللي هو غير شهيد او ولي او نبي تلاقيه ينتفخ 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 بالتدريج كده، وبعدين في الاخر ينفجر، وبعدين بمرور الوقت تتشرب الارض كل العصارات دي كلها ويجف تدريجيا، وبعدين يتحول كله الى تراب، ويتبقى ايه؟ عجب الذنب اللي هي اخر العصص، اخر حاجه في العمود الفقري دي، البذره اللي ربنا هينبتنا مره اخرى بها انبات، والله انبتكم من الارض نبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. يبقى هتلاقي عجب الذنب ده هو ده البذرة اللي ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة لما يريد البعث والنشور تمطر السماء ماء الحياة، مطر مخصوص كده يقال أنه لزج كمني الرجل، فينزل على الأرض فتلاقي عجب الذنب يبتدي إيه؟ يملى 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 وينبت ويكمل الجسد بتاع الإنسان، فيبدأ النشور، البعث والنشور، خدت بالك؟
ما لم يكن بقى ايه شهيد فالارض لا تاكل جسده، او نبي لا تاكل جسده، او ولي لا تاكل جسده، او صديق، وهكذا. واضح؟ اتفضل. لا يا سيدي، انت رحت زرت المسجد النبوي الشريف، قعدت في الروضه الشريفه، راس النبي جهه الروضه وقدماه جهه باب جبريل. سهله؟ ده مفهمين غلط. النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على جنبه كده، بحيث راسه جهه الروضه الشريفه وقدماه جهه باب جبريل الناحيه الثانيه، او باب البقيع دلوقتي بيسمينه باب البقيع كده برضه. طيب، وفي باب جبريل بعديه، وبعديه باب النساء بقى. ربنا يجمعنا هنا. العظامة دي، ده القبور بتاعتنا الفساقي دي اللي مش عاجبة الشيخ البيجوري، ده بيبقى الميت لسه موجود قدامك، تيجي كل ما تيجي تدفن واحد يروح زايد اللي فيه ويحط الباقيين، لما يجتمع ويكتروا قوي يروح مجمع كل العظم ده كله وحط في حتة اسمها عظامة. كل ده عك، كل ده عك اللي بيحصل، يعني لا يصح شرعا. كل ده تأليف كده من الترابية، والمشايخ سايبينهم، وعشان كده الكل قافل. يقول لك الشيخ البيجوري الكل قافل، المشايخ سايبينهم بيعكوا ويزول الحكاية خلاص تكفير، لكن ما ينفعش. ما احنا قلنا هتيجي تغطي الأول باللبن فوقيه، عشان لما تيجي تهيل التراب ما يجيش على الميت نفسه، يجي على اللبن. لا، ما احنا بيبقى اطول من عرض القبر علشان يبقى راكز على الارض مش راكز على الميت. هيقول لك كتمت نفس يشيله من على، يعني ما تحملش عليه حاجه، ما تحملش على جسد الميت اي حاجه. كويس، بتحطها كده بحيث تبقى مرتكزه على سطح الارض على السطحين كده، وحطيتها بالعرض كده بس مش لامسه حاجه في الميت. ويعني كده تروح رشش التراب ورشش شويه ميه، وقاعد تدعي له وتلقنه، واخد بالك ازاي، وتحط جريده خضراء وتتوكل على الله بقى، تسيبه بقى علشان يشوف مصالحه، وانت كمان شوف مصالحه. قبل الشق لا يفتح مره، لا ما يفتحش يعني خالص. لا اللحظه ولا الشق تفتح مره خالص، بتعلم بتفتح بتدفن ثاني، لا بيدفن بقى في مستويات، ما احنا قايلين قامه وبسط. لا، ما دي اسمها فساقي، احنا قلنا لا يجوز عند ايه اللي بيعملها المصريين، دي اسمها الفساقي، فسقية يعني حجرة كده في بطن الارض اسمها فساقي. لا، دي لا يجوز الدفن بالطريقة دي. في طريقة ثانية يا دكتور. اي اتفضل. عندنا كده بيعمل الغرفة دي بجرة كده باللبن اللي هو ما يصيطرش النار كويس. وبرضه بيعمل اللحد برضه جواه كويس. الواحد واخوه يمكن حوالي من نص متر يعني. يعني بيفصلهم عن بعض. يبقى حلو الطريقه دي كويسه. لغايه لما يتنادي خلاص ما يفتحوش تاني. الطريقه دي كويسه. انتوا منين؟ انهي بلد؟ المنيا. طب حلو والله، بتوع المنيا بيعرفوا يدفنوا جدعان. انا رحت بلد اسمها دهشور جنب مزغونه كده تبع الجيزه. دهشور دي كان في واحد صديقي يعني كان ابوه مات زمان، وانا رحت الناس الوحيدين اللي رحت لقيتهم بيدفنوا صح في مصر بحالها بتوع دهشور دول، بيدفنوا مظبوط وما يدخلوش برضو يحفروا ويعملوا لحد، الارض بتساعدهم الحقيقه، هم توارثوا كده من الاجداد يعني، هم ما عرفوش يدفنوا الا كده، الارض جبليه فبيحفروا فعلا ويدخلوا ما يفتحوش تاني. يقول لك احنا ما نفتحش تاني خلاص، وحتى لو فتح حفر مثلا وفوجئ، وبيقول لك نادرة ما بتحصل كده، يروح رادم تاني وطالع على مستوى اعلى ويدفن بحيث ما يدفنش واحد مع واحد قبل. لا، الطريقه دي كويسه، المكان واسع جدا فما بيفتحش تاني. الغرفه دي اتملت خلاص. لا ما كويس، حلو كده كويس. فبيقول هنا بقى ايه، ويسطح القبر. احنا قايلين ان الملكيه عندهم القبر يسنم، والشافعية عندهم القبر يسطح. كويس؟ يعني يجوز انك تسنم القبر كده، الملكية قال لك ان كده تسنيم القبر افضل عشان يمنع الجلوس عليه. لما الواحد يلاقي القبر كده عامل زي السنم كده ما يستريحش على عادته. واحنا قايلين ان الجلوس على القبر ده غير مستحب، مش كده؟ فيقول لك يسنم، ده عند الملكية. وعند الشافعية يقول لك يسطح،
لكن لا يجلس عليه برضه، لكن يسطح. يبقى ده اختيارات، يبقى دليل انه تسطيحه جائز وتسنيمه جائز. يبقى القباب على القبور دي مش مشكله، اللي عاملينها لنا الجماعه اياهم مشكله كبيره، دي مش مشكله خالص. واخد بالك ازاي؟ ليست اشكاليه. ما هو هيقول لك هتيجي الحته دي، حكايه يتكتب اسمه وما يتكتبش هتيجي. في كتاب ظريف لطيف كده بيباع اسمه ايه؟ احياء المقبور في استحباب اتخاذ القباب على القبور، للسيد احمد الصديق. كتاب مطبوع ومتالف سنه 1950 وشويه، يعني كتاب حلو لو تقروه، جميل وجايب ادله جميله. احياء المقبور في جواز اتخاذ القباب على القبور، مطبوع ويباع يعني، موجود في الازهر، في مكتبه القاهره، وفي برضو عند مكتبه سيدي صالح الجعفري اللي هي جوامع الكلم اسمها. ولا يبنى على ويسطح القبر، اي يجعل مسطحا مستويا له سطح. وقول ولا يسنم، اي لا يجعل مسنما كالجملون على هيئه سنام البعير كما يشاهد في بعض القبور، فالافضل جعله مسطحا لا مسنما. اختيار الشافعيه كده، تروح تزور النبي ما تلاقي لا مسطح ولا مسنم، مستوي للارض كده، الحجره الشريفه كده عملوها كده الوهابيه. ليه؟ مش عارف. وعندنا صوره قبر النبي اهو، قبل ما الحركه الوهابيه تعمله اهو موجوده اهي، كان مرتفع كده، ده متوارثينه من ايام الصحابه كده، بس كان يجي الملوك يجددوه بس، محدش غير بنائه، ده مجرد تجديد بس، تجديد تلو تجديد مع كسوه. فكان الملوك على مر العصور والخلفاء يجوا يجددوه بس ويكسوا، لحد ما جت الحركه الوهابيه راحت شايله ده وخليته مسطح كده اهو، ورسمين دايره على الارض بس كده عشان يقول لك هنا قبر النبي، دايره بس على الارض. حاجات تصرفات غريبه. وبعدين النبي مدفون في حجرته ملكه، يبني زي ما هو عايز، ده البناء منهي عنه في القبور المسبله غير المملوكه، انما لو مملوكه ابني زي ما انت عايز، لان ده ملك مباح. يبقى النهي عن البناء على القبور في القبور المسبله حتى لا تضيق على الناس، اللي هي مش ملك حد، انما لو بتدفن في ملكك ابني زي ما انت عايز، ده ملكي. فهمت بقى ازاي؟ والنبي مدفون في ملكه في حجرته الشريفه، يبقى ليه يهدوها؟ يتدخلوا في ملكه، ده المفروض يأساموا على هذا، والمفروض ان يغرموا بنائه مره اخرى، لان هم تدخلوا في ملك النبي صلى الله عليه وسلم وازالوا ما لا يملكونه. وحاجات تصرفات غريبه. مين كان بدل الفكره؟ ايام من ايام الصحابه. ايوه، وما كانش متحوط على فكره بالمكسور ده. بلال لما جاي يزوره في خلافه سيدنا عمر بن الخطاب، اكب على القبر يكبله وهو يبكي، فبكى اهل المدينه لبكائه. معروفه قصه سيدنا بلال، لان بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال ما استحملش يقعد في المدينه والنبي مدفون، ما استحملش، واخذ على نفسه عهد الا يؤذن لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فراح طالع على ايه؟ على الشام، مخافه ان يجي الخليفه يقول له اذن فيعصى الخليفه، فقال من اصير وانا مش هقعد في المدينه، راح طالع على الشام. وقعد طول خلافة سيدنا أبي بكر في الشام، وفي صدرا من خلافة سيدنا عمر، وبعدين جاءه النبي في الرؤية في خلافة سيدنا عمر، شاف نبينا في الرؤية، قال له أوحشتنا يا بلال. فراح سيدنا بلال مسافر من المدينة، من الشام راح على المدينة، أول ما وصل أكب على القبر يقبله ويبكي، والصحابة ينظرون إليه يبكون. يبقى دل على جواز تقبيل القبر أهو، فقال ما فيهاش حاجة إذا غلبه الشوق. وبعدين اتحايلوا عليه قالوا له طب أذن، جاء وقت الصلاة قالوا له اطلع أذن، فطلع يأذن، فأول ما قال الله أكبر كل المدينة بكت ولم يستطع أن يكمل الأذان. أن تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم شوقا إليه. ما معروفة القصة دي كلها وواردة ومكتوبة في الكتب، لكن هم مخهم ركب شمال، كأن الناس هتعبد قبر النبي، ما حدش هيعبد النبي، لو عبدنا النبي يبقى هنحتاج نبي تاني عشان يردنا للتوحيد، وده خاتم النبيين خلاص. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، واستجاب الله له فلا يعبد. خلاص كل الامه عارفه ده نبينا صلى الله عليه وسلم، عارفين انه نبي، وعارفين انه مخلوق، وعارفين انه هو افضل خلق الله، وعارفين انه بشر لك البشر، وعارفين انه هو خير خلق الله وافضل خلق الله، عارفين كل حاجه دي. كل المسلمين اضعف المسلمين عارف كده، ما حدش قال عليه اله ابدا ولا يعتقد انه هو اله اصلا،
ده احنا بنقول عليه رسول الله. فين بقى الله؟ ده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلينا على اي حال هنا، انما اشكو بثي وحزني الى الله. ولا يبنى عليه، فيكره البناء عليه ان كان في غير نحو المقبرة المسبلة، في غير نحو المقبرة المسبلة للدفن فيها، وإلا حرم. يبقى البناء على القبر مكروه عموما عند الشافعية ولو في المملوكة، ومباح عند المالكية في المملوكة. واضح؟ أما المسبلة فيحرم البناء فيها. المسبلة اللي هي بتبقى مقبرة سبيل لعموم المسلمين، فلو جاء كل واحد بنى هيضيق عنه. كويس؟ وإلا حرم سواء كان فوق الأرض أو في باطنها، فيجب على الحاكم هدم جميع الأبنية التي في القرافة المسبلة للدفن فيها، وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها، لأنه يضيق على الناس. ولا فرق بين أن يكون البناء قبة أو بيتا أو مسجدا أو غير ذلك. كل ده منهي عنه في الايه، في المقبره المسبله، لانها سبيل. واضح؟ ومنه الاحجار المعروفه بالتركيبه. نعم استثناها بعضهم للانبياء والشهداء والصالحين ونحوهم. بعض العلماء قال لك لو كانت لنبي او لصالح او ولي يبقى يجوز، معلش، لان ده بنخليه كده الناس بتروح تزوره ويشتهر دفنه، لانه بيبقى فيها عظه وفيها همه للطاعه، وتملي زيارة الأولياء والصالحين بتديك همة للطاعة وبترفع همتك إنك أنت تبقى زيه أو تبقى على قدمه أو على نهجه، فيبقى لا بأس إن هو إيه يعني يظهر. ومن المسبلة قرافة مصر. قال ابن عبد الحكم: ذكر في تاريخ مصر أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها، اللي هو كان حاكم مصر لما سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر وصار حاكما عليها. المقوقس قال له: ايه بس المقبره بتاعت القرافه المصريه اللي في سفح المقطم دي، اللي هي الدراسه والحته دي، سيبها لنا وندفع لك ثمنها. ده مقوقس مصر عايز ايه ياخدها من سيدنا عمرو بن العاص. ذكر في تاريخ مصر ان عمرو بن العاص اعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا، يعني اداله مال وفير. وذكر أنه وجد في الكتاب الأول يعني التوراة أنها تربة الجنة، اللي هي إيه؟ سفح المقطم. فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك، فبعث لسيدنا عمر ياخد رأيه، كان ساعتها أمير المؤمنين. قال له: المقوقس عايز يدفع لنا أموال كتيرة ويشتري تربة إيه سفح المقطم علشان يدفن فيه، اللي هي القرافة فيه، يدفن فيها أهل مصر. فخد بالك بعد فتح مصر كان أهل مصر حوالي 5% منهم مسلمين والباقي على غير الإسلام، أديان متعددة، بعضهم مشركين يعبدوا الجعارين، وبعضهم بيعبدوا عجل أبيس، وبعضهم لادينيين، وبعضهم كانوا مسيحيين. أهل مصر كده، لكن هم قبلوا إن سيدنا عمرو يحكمها، لكن هم فضلوا على أديانهم. 3-5% منهم أسلم والباقي فضل على دينه. بعد 100 سنة بقى حوالي 30% مسلم. بعد 200 سنة بقى 50% مسلم، يبقى ما فيش إكراه أهو. الناس بتسلم بالتدريج. بعد 400-500 سنة بقى معظم أهل مصر مسلمين. يبقى العرب لما كانت تخش بلد ما كانتش بتجبر أهلها تغير دينها أبدا. ده هم كانوا يحكموا البلد علشان يمنعوا النظم اللي بتمنع وصول الحق للناس، ثم يتركوا بعد كده الناس يختاروا كيف شاءوا، لا إكراه في الدين. ادي طريقة العرب كده، مفيش عندنا إكراه ولا محاكم تفتيش زي ما عملوا في الأندلس وغيره وغيره. المهم سيدنا عمرو بن العاص بعت لسيدنا عمر ياخد رأيه. المقوقس عايز يشتري المقبرة دي، بيقول إنها في التوراة عندهم بيقولوا إنها تربة الجنة. أعمل إيه؟ أقبل الفلوس ولا نعمل إيه؟ بياخد رأي سيدنا عمر. فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك، فكتب إليه. سيدنا عمر قال له: إيه؟ إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين، فلو كانت تربة الجنة يبقى إحنا أولى بيه. سيدنا عمر يقول له كده، قول له لو كانت بقى تربة الجنة يبقى أولى ناس تدفن فيها المؤمنين، يبقى خدها خليها لك. فهمت؟ ده كلام سيدنا عمر. فاجعلوها لموتاكم،
يبقى يجوز اننا نستأنس بكلام اهل الكتاب، نستأنس بس ده من باب الاستئناس. هو قال لنا دي تربة الجنة، قلنا له والله ده ادم تربة الجنة دي، يبقى احنا اولى بيها، واخد بقى ده استئناسا يعني. ولو وجد بناء في ارض مسبلة ولم يعلم اصله ترك لاحتمال ان يكون وضع بحق قبل تسبيلها. شوف قد ايه احترام بقى ايه مال المسلم. افرض لقيت في المقبرة المسبلة بناء قديم ما تعرفش مين صاحبه، يقول لك يسن الا تهدمه، ربما يكون وضعه مالك الارض قبل ان يسبله، فيبقى وضع بحق. شوف قد ايه احتراما لملك المسلم. مش يا عم اهدم يا عم وخلاص، هد يا عم وخلاص، زي ما دخلوا بعض قبور الاولياء في مصر وفي غيرها هدموا المقصورات الاولياء المدفونين فيها، هدموها ظنا منهم ان كده بينصروا التوحيد، وما فيش حد اصلا بيعبد الوالي ولا بيعبد النبي من المسلمين، دي اوهام عندهم في اذهانهم، محدش بيعبد ولي ولا نبي من المسلمين، المسلمين طول عمرهم موحدين. ده العيل من دول وهو بيرضع امه تقول له يلا بسم الله، لسه كده اول حاجه يسمعها في الدنيا بسم الله، واول ما يجي الواد يكح ولا يعتص اللهم صل على النبي، يطلع العيل من دول واول حاجه تدخل ودان ده اول ما بيتولد بيأذنه في ودنه، يطلع العيل بالتدريج كده رضع التوحيد لوحده كده، يوم عارف كده هو لسه ما دخلش المدرسه ان ربنا يعلم ما في سره، وان ربنا يراقبه، وان ربنا معاه، وانه لو توجه لله بقلبه من غير ما يتلفظ ربنا مطلع عليه، كل ده وهو لسه ما دخلش المدرسه، ده هو طفل كده لسه ما دخلش ما يعرفش حاجه، فما بالك بعد كده اما يكبر ويحفظ القران، وبعد كده يجي يصلي، وبعد كده يحضر دروس العلم، يبقى ايه بقى؟ يبقى جبل توحيد، ما يتزحزحش ده، انما هم عندهم اوهام كده. لان المسلم تافه العقيده، واخد بالك، عنده مشوش الوجدان، وان هم ربنا جعلهم كده قاعدين حراس على هذا التشويش. فيش تشويش اصلا، انتوا اللي مشوشين، فيش تشويش اصلا. طيب، ولو وجد بناء في ارض مسبله ولم يعلم اصل ترك لاحتمال ان يكون وضع بحق قبل تسبيلها قياسا على ما قرر في الكنائس. برضو ما نهدش الكنائس المبنية قديمة، دخلنا بلد فيها كنائس ما نهدهاش، يا سلام على المسلمين وجمال المسلمين واحترامهم للآخر. ما الوقت يقولوا عليه الآخر، حاجة غريبة، الآخر. أول من احترم الآخر هم المسلمين على مر العصور، بدليل أن كل الأديان عاشت في وسط المسلمين قرون طويلة قبل ما يكتشفوا الأمريكتين أصلا. هو مين اللي حمى نصارى مصر يعني ومسيحيين مصر قبل ما يعرفوا امريكا؟ امريكا كل عمرها مثلا 250 300 سنه. طب وقبل كده مين اللي حمى نصارى مصر؟ ديننا اللي حماهم، احكام ديننا اللي حمتهم قبل ما يبقى في اصلا امم متحده، وقبل ما يطلع بوش، وقبل ما يطلع العالم دي، ديننا هو اللي حمى الناس دي كلها. لكن هم مش فاهمين، هم قاعدين يثيروا فتن بس. قياسا على ما قرر في الكنائس، ويكره ان يجعل على القبر مظله، لأن عمر رضي الله عنه رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله. أصل لو حطينا على كل قبر مظلة هنغري الناس على الجلوس تحتها، وإحنا عندنا الجلوس تحت على القبر منيعا، فلو ظللنا القبور هيجي بياع الترمس يقعد في الظل يبيع ترمس، وبعد شوية يجيب لك ترابيزة، وبعدين يجيب لك حمص الشام، وبعدين يعملها قعدة. ده اللي بيحصل، مفيش داعي بقى، ما نسهلوش المسائل دي. ويسنى أن يضع عند رأسه حجرا، عند رأس القبر كده حجرا أو خشبة أو نحوهما، لأنه صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن مضعون صخرة وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، أي أخيه من الرضاعة. سيدنا عثمان بن مضعون كان أخو النبي من الرضاعة، صرح معلم القبر بتاعه وقال أتعلم بها قبر أخي عند زيارتي لما أجي أزوره، وأدفن في إيه إليه يعني بجواره من مات من أهلي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له أخ من النسب. ويندب جمع أقارب الميت في موضع واحد من المقبرة، يبقى الميت يسن أنه يدفن في وسط قرايبه، ليه؟ تسهيلا على اللي بيزوروهم من العيلة، يبقى العيلة تيجي تروح تزايرة كل أمواتها في حتة واحدة تيسيرا كده، مش كده برضه؟
لانه اسهل. ادي النبي قال كده، ادفن اليه اهلي. فعرفنا من كده ان احنا نجمع الاقارب كلهم في حته متقاربه عشان يسهل زيارتهم مره واحده، يبقى مطلوبه زيارتهم. لانه اسهل على الزائر، ولا يجلس على القبر ولا يتكئ عليه ولا يداس عليه ولا يكتب عليه ولو في لوح عند راسه. لكن قال في شرح البهجه: وفي كراهه كتابه اسم الميت عليه نظر. بل قال الزركشي: لوجه لكراهه كتابه اسمه وتاريخ وفاته، خصوصا اذا كان من العلماء ونحوهم، كما جرت بذلك عاده الناس. خدت بالك يا استاذ زياد مأمون؟ يبقى لا باس، كما جرت به عاده الناس، قياسا على الايه؟ على الصخره اللي حطها سيدنا رسول الله عند قبر سيدنا عثمان بن مظعون. فلو كتبنا احنا عليها عثمان بن مظعون لا باس، لان هتكثر الصخور. ما هو كل الناس هييجوا يعملوا بسنة النبي، يحطوا صخرة عند قبورهم. طب هنعرف بقى صخرتي من صخرة صاحبي من صخرة جاري، من فتتعدد الصخور. يبقى اما اكتب احل الاشكال اميز. يبقى النبي المراد من وضع الصخرة التمييز، والكتابة تعين على التمييز عند ازدحام الايه؟ الشواهد. يبقى ما فيهاش حاجة، مش كده برضه؟ ما فيهاش حاجة، لا بأس. فأنا مع من لا يقول بكراهة ذلك. واضح؟ ولا يجصص، خرج بتقصيصه تطيينه، يعني ما تجصصوش، يعني ما ايه، ما تعملش جدار القبل كده داير داير او الحيطه من جواه بالجير، لان الجير مسته النار فما يحبوش، الميت يكره كده. ولا يجصص، خرج بتقصيصه تطيينه، فانه لا باس به. ويندب ان يرش القبر بماء، والاولى ان يكون طاهرا باردا، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بقبر ولده إبراهيم. سيدنا إبراهيم نبي، ابن النبي نبي على الراجح، وقليل من المسلمين ما يعلم هذه الحقيقة. وذكرها الإمام السيوطي وغيره وغيره، وعندهم أدلة كتير. ما هو النبي يولد نبي يا سيدي، النبي يولد نبي، ما هي كده؟ سيدنا إبراهيم أولاده أنبياء. طيب، لكن لأن نبينا ختم الأنبياء، فسيدنا إبراهيم مات عنده 17 شهر بس وخلاص، عشان ما يبقاش إيه في نبي بعده. يبقى إحنا عارفين إن سيدنا إبراهيم هيموت أول ما اتولد، إنه مش هيكبر، عارفينها، لأنه النبي بيولد نبي، ونبينا ختم الأنبياء، يبقى ابنه هيموت خلاص صلى الله عليه وسلم. واللي عايز يطلع على الأدلة يجيبها في فتاوى الإمام السيوطي مطبوعة مجلدين، كاتب فيها أجزاء كثيرة، منها أدلة نبوة إبراهيم ابن نبينا. سيدي، ممكن البعض يعني يرد علينا مثلا حكاية ابن سيدنا نوح أنه كان معاصي؟ ما مش كل الأبناء. طب ما هو أبناء يعقوب في منهم نبي اللي هو سيدنا يوسف، والباقي لأ. إحنا نقول ابن، مش كل أبناء الأنبياء أنبياء، ما قلناش كده. أنا قلت كده؟ بس في فرق من كل أبناء الأنبياء أنبياء، وإن إيه النبي يلد نبي. واضح المعنى؟ خدت بالك من الحتة دي؟ فعله بقبر ولدي إبراهيم، وخرج بالماء ماء الورد، فيكره الرش به لأنه إضاعة ماء. أنت هترش على الأرض تجيب مية ورد تشتريها، طب ما ده تضيع ماء، فهي مية عادية حاف كده، لأنه إضاعة مال لغرض، مال لغرض حصول رائحته، فلا ينافي أن إضاعة المال حرام. يبقى ماء الورد يكره، مش حرام بس يكره، لأن في غرض هنا حصول رائحة، وإن كانت الرائحة دي قد تكون للزوار أشجعهم، بس فيها إضاعة مال، يعني الزوار مش محتاجينها قوي، فمكروهة مش حرام بس. فهمتني؟ عشان كده مكروهة مش حرام. فلا ينافي أن إضاعة المال حرام. وقال السبكي: لا بأس باليسير منه، إن قصد به حضور الملائكة فإنها تحب الرائحة الطيبة. يبقى الحاجات دي كلها أمور خلافية، ما يجيلكش واحد يقلبها نكد ويعتبرها شرك بقى، شغلانة. يا ريت بقى خليها مكروهة ولا حرام، ده عندهم الأحكام الشرعية شرك على طول. يعني الأحكام الشرعية عند المسلمين طول عمرها خمسة، مش كده برضو؟ واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام. انما عند الوهابية شرك، بدعة، ضلالة في النار او مباح بس.
تلاقي كده لما تحضر لهم دروسهم تلاقي حاجاتهم كلها كده، مش كده ولا انا بفتري عليهم؟ والله هي كده حقيقي. يعني احنا حضرنا لهم كتير ايام ما كنا شباب، يعني من سنة 76 لسنة 82 كنت بحضر دروسهم، يعني 6 سنين اهو، وقريت كتابهم معظمها في ال6 سنين دي، فهم حافظين. هم بيقولوا ايه؟ انا دلوقتي ما اعرفش بيقولوا ايه، ممكن يكونوا زودوا او تعالجوا او تحسنوا، الله اعلم. انا خلاص انا بطلت ايه اسمعهم وبطلت احضر دروسهم خلاص من سنة 82، اخذت على نفسي عهد. حتى لحيتي دي كنت زمان اسيبها خالص كده، فلقيتهم بيفتكروني ان انا منهم، فروحت بقيت اقصرها علشان يعرفوا ان انا مش منهم، بهذه النية من باب مخالفة اهل البدع. اه والله بقيت اعملها بهذه النية، ربنا يعلم. ما هو السنة لا تأخذ شيئا من لحيتك، لكن لو كان اهل البدع بيعملوا كده فاصبحت سمع عليهم، فالسنة الا تتشبه به. فانا رحت بقيت اخذ من لحيتي كده من سنة 82، عندي صوري قبل 82 تلاقيني كده تفكير في الهجرة ولا تكفير ولا تفكير في الهجرة بس. يعني تلاقيها كده اهو كلها ومنظر متجهم كده عشان ابقى اخ. ازيك يا اخ؟ وبعدين الحمد لله ما بقيتش اخ، ربنا عافانا بمشايخنا جزاهم الله عنا خير، رتبوا لنا مخنا كده واكرمهم الله عنا خير. ولا يجصص، خرج بتقصيصه تطيين، فانه لا باس به، ويندب ان يرش القبر بماء، والاولى ان يكون طاهرا باردا، لانه صلى الله عليه وسلم فعله بقبر ولدي ابراهيم وخرج بالماء ماء الورد، فيكره الرش به لانه اضاعه مال لغرض حصول رائحته، فلا ينافي أن إضاعة المال حرام. وقال السبكي لا بأس باليسير منه إن قصد به حضور الملائكة فإنها تحب الرائحة الطيبة، انتهى. بل لو قيل بسنه حينئذ لم يبعد كمان، يعني من حرام لمكروه لمباح لسنة، واخد بالك إزاي؟ في مسألة واحدة على حسب وجهة اللي بيعملها، نيته إيه؟ نيته إيه؟ شفت قد إيه بقى؟ يبقى النية ليها دخل كبير. يبقى انا ما جيش انا احكم على البني ادم من ظاهر عمله كده، اشوف انا نيته وراها ايه. فهمت؟ قوله اي يكره تقصيصه بالقص او القص، اي تبييضه بالقص بفتح الجيم وكسرها، وقوله وهو النورة المسمى بالجير، وقيل هو الجبس، والمراد هنا هما او احدهما. ونقف على ولا بأس بالبكاء على الميت ان شاء الله الأسبوع القادم السبت القادم. يبقى السبت القادم نبكي على الميت بكاء بلا صوت، لأن البكاء بلا صوت جائز. أما يسموه بكاء، بكاء إذا كان بلا صوت، وبكاء إن كان بصوت، فالبكاء لا يجوز والبكاء جائز. كويس؟ وبعدين نعزي ونقبل التعازي ويبقى خلصنا إيه أحوال الميت. هنا نقولها لك، لكن هو ما ذكرهاش هنا لان المقصد من هنا سهل، المقصد من هنا اصلا الاختصار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. يا رب نجعلنا من الذين يؤمنون بالغيب.